وإثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد. تم أمس تقديم 17 مشتبها بهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي، وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 شخصا طبيعيا مشتبها بهم من أجل جرائم تبييض الأموال وتحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات، تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، ممارسة نشاط مهني من قبل موظف عمومي بمؤسسة تولى مراقبتها، وإبرام صفقات معها في أجل يقل عن سنتين. الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم رجال الأعمال عربوي حسان وأخوين له وخمسة موظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم والمدير العام للبنك الوطني الجزائري ومديرين اثنين لمؤسستين عموميتين سابقا ورئيس قسم بمؤسسة عمومية إلى جانب رئيس بلدية حاليا وتاجر. كما تم توجيه الاتهام لشخصين معنويين وهما شركتان تجاريتان ذواتا صلة بنشاط المتهم الرئيسي. قضي التحقيق المختار بملف القضية بعد سماعه للمتهمين عن الحضور الأول قرر وضع سبعة أشخاص رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر برجل الأعمال حسان عرباوي وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية. كما أخضع قضي التحقيق ثلاثة متهمين لالتزامات الرقابة القضائية وهم المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا أخو المتهم الرئيس، وترك في الإفراج أربعة متهمين. أما بالنسبة للأشخاص الباقية فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، ويتعلق الأمر بالوزير الأول السابق أحمد يحيى ووزيري الطاقة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي.